فتلاقي رؤساء انديه يقول لك هو ايه احنا بنصرف كل ده عشان في الاخر ايه؟ عشان حكم يضيع عليا فرصه ان انا اكون في مركز متقدم، او حكم فار ملوش مزاج ليه؟ حضرتك احكم بما العدل، العدل ما حدش طلبك انك تنحاز لحد خالص. لازم استاذ جمال علام مع اتحاد الكوره مع النائب احمد، يا جماعه المنظومه دي لازم تحلوها، تحلوها عشان خاطر الجماهير، تحلوها عشان الناس اللي بتدفع ملايين عشرات مئات الملايين عشان تبني فريق محترم. وبعدين لقيت الاستاذ حسن مسكاوي امبارح، امبارح تقريبا ولا النهارده، نقد الرياض الكبير طبعا، كاتب مقال في الشروق، احنا ليه ما لعبناش بطوله في الجزائر افريقيا المحليين، ليه ما رحناش؟ وانا كل يوم بسال، هو انا يعني ام بدات البطوله واستعدادات ومنتخبات رايحه وانا بقول جايز رايحين بكره، انا يعني فاكر ان احنا مشتركين، جايز رايحين بعده، قاعد ابص على الماتشات مصر فين؟ انا مش موجود، اللي هو البطوله دي ضعيفه يعني، يعني ما نروحهاش مثلا زي ما قال حسن مسكاوي، يقول لك ازاي يعني؟ زي ما ابقاش موجود انا. طب نودي اي يعني عندنا ولا ما عندناش؟ تقريبا ما اعرفش ايه الاسباب، ما عنديش اسباب. ما عنديش. بس كمان موضوع يعني يعني مثير للاهتمام. مثير للاهتمام وانت بتشوف منتخب كرة اليد ما شاء الله وعندنا ماتش بكره بيتذاع على اون سبورت. اون سبورت بتذيع ماتشات منتخبنا. وانا بشوف الماتشات على يعني ماتشات بحب انا كرة اليد، بحب اتفرج عليها. على قنوات اخرى. شوفوا بقى المنتخبات. قطر امبارح مع تونس، قطر عملت ايه مع مين؟ عمل المغرب اللي احنا غلبناهم امبارح، وعندنا منتخب كرة يد منتخب هايل، منتخب عالمي. احسن منتخب لعبة جماعية عندنا. اليد. وايه؟ ما شاء الله بقالهم سنوات كده. ما بينزلوش. وعندهم كمان يعني فلان مش موجود في بديل وفي بديل زيه ما يقلش عنه. ليه ما يعملش كده في كرة القدم؟ عارفين عارفين ليه؟ عشان خلاص الرسالة وصلت خلاص. ليه في اليد كده ناجحين ومش ناجحين في القدم؟ ليه؟